هلبس اليوم النهاردة جوانتي بس على شكل تاني بغرزة الكلاستر والبليسيه. هي بواقي الخيوط، بواقي الخيوط بتبقى موجودة عندنا، احنا كنا شغالين بيها قبل كده، وبتبقى فاضلة منها شلة او اتنين او حبة صغيرين، فبنحتاج ان احنا نعمل منها حاجات صغيرة زي الجوانتي، يعني بنستفاد منه او بكوفية او بطاقية. بتبقى خيوط نظيفة، يعني ما بتبقاش خيوط اي كلام. مش معنى ان اسمها بواقي خيوط يبقى هي مش كويسة، لا ده بالعكس خالص، دي بتكون احسن كمان من اللي احنا بنبقى شارينها دلوقتي. بتبقى دي خيوط اصلا كانت موجودة عندنا وغالية، ما كانتش رخيصة. يعني اخلص يعني الخيوط اللي عندي وكده، فقلت ان انا اشتغل معاكم جوانتيات. فطبعا في بنوتات كتير بتحب الجوانتيات وعندها خيوط كتير قوي من بواقي الخيوط، فاحنا معاكم كذا نوع من الجوانتيات بحيث ان احنا يبقى عندنا كل الاشكال، كل واحد والشكل اللي هو بيحبه يبقى متاح لي. انا اشتغلت الجوانتي ده، انا كان عندي حبة صغيرين من الخدة برينسيس، وكان عندي خيط تاني اللي هو خيط صوف بس رفيع، يعني مناسب مع الخيط، مع الخيط اللي انا اشتغلت بيه غرزة البليسي. فالجوانتي ده شكله حلو قوي، عجبني بصراحة. اللي ما بيحبش الجوانتيات زي كده، ما بيحبش الجوانتيات تكون تقيلة وتكون خفيفة كده بتدفي، بس تكون خفيفة على الايد كده عامة يعني. ما نحاولش ان احنا نعمله يعني نعمله بخيط تقيل، بحيث ان احنا نعرف اللي بيكتب او بيشتغل او يعني يكون مناسب قوي دي، ما يكونش تقيل على الايد. انا ما بحبش الجوانتيات اللي تكون تقيلة، بحبها كده تكون خفيفة، منها بتدفي، منها نعرف اتعامل، امسك حاجة، اكتب حاجة، اعرف اتعامل، ومنها بتدفيني، فده حلو قوي. انا اشتغلت الاول غرزة البليسي دي، هي انا بحب الغرزة دي قوي بصراحة، اشتغلتها هي دي، وطلعت بالغرز الكلاستر باللون ده. لو مش حابين نفس الالوان ممكن تشتغلوا بالالوان اللي عندكم عادي خالص، لو حابين تشتغلوا بنفس الالوان عادي جيبوها. لو هرتفع ب35 سلسلة، وهنقيس السلاسل دي على ايدينا، وهي دي اللي هتكون الاسورة الاول اللي انا هشتغلها. هي مكونة من 35 سلسلة، وهخلصهم ونرجع مع بعض تاني. خليكم معايا. رجعت تاني وقفلت الدايرة بتاعتي، وهشتغل فوق السلاسل دي عواميد بلفة، فوق كل سلسلة عمود بلفة لحد الآخر. لحد ما اخلص 35 سلسلة دول هشتغل فوقيهم عمود بلفة. خليكم معايا ونشوف هنعمل ايه. رجعت لكم تاني وخلصت الدايرة بتاعتي وخلصت فيها العواميد بلفة اللي انا اشتغلتها، وهقفل في اول عمود انا اشتغلته كده، كونت معايا الاسورة. هشتغل فوق كل عمود هيقابلني غرزة امامية وغرزة خلفية، انا هرتفع بثلاثة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهلف الشغل بتاعي كده عشان يبقى واضح معايا. وفوق كل عمود هيقابلني غرزة أمامية، غرزة خلفية، وغرزة أمامية. غرزة خلفية، غرزة أمامية. طبعا أنا هشتغل ست أدوار، ست أدوار كده، ست أدوار غرزة أمامية وغرزة خلفية، اللي هي غرزة البليسيه.
لو أمامية وغرزة خلفية، عمود خلفي وعمود أمامي. وأنا اشتغلتها معاكم في فيديو كده، كنت بشتغل معاكم جوانتي واشتغلت معاكم الغرزة دي، غرزة أمامية وغرزة خلفية. غرزة خلفية وغرزة أمامية، هشتغل كده 6 أدوار لحد آخر الأسورة، لحد آخر الدايرة. رجعت لكم تاني وهقفل معاكم اخر سطر او اخر دور. غرزة خلفية وغرزة امامية. عواميد بلفة، وفوق العواميد بلفة غرزة البليسيه اللي هي مكونة من 6 أدوار بليسيه. هشتغل دلوقتي غرزة الكلاستر فوق العواميد دي، فوق العواميد دي، فوق البليسيه دي. انا هشتغل غرزة الكلاستر، هغير طبعا الخيط. انا كنت بوريكم الطريقة بالخيط ده عشان فاتح شوية وعشان يبان معاكم في الشغل، اللي هو ده. انا اشتغلت جوانتي، هشتغل معاكم الجوانتي التاني اللي هو ده اللي انا اشتغلته، هكمله معاكم. وهشتغل ابرة، وهشتغل غرزة الكلاستر. هدخل الابرة كده، الف الخيط كده بتاعي، ادخل كده ما بين الغرز، هدخل واعمل 3 سلسلة. واحد كده، 3 سلسلة اعتبرتهم عمود. هلف الخيط وفي نفس المكان هعمل عمود تاني، هسحب حلقتين بس. هدخل تاني وهعمل عمود وهسحب حلقتين بس، هسحب، هدخل الخيط تاني كده بالإبرة وهسحب حلقتين بس، وهلف الخيط كده على الغرز دي، هقفل كده بيهم كلهم. هلف الخيط تاني، مش هقفل الغرز بتاعتي ولا أي حاجة، هلف الخيط كده على طول وهسيب سلسلة وهدخل في اللي جنبها. هدخل وأعمل حلقة، هلف الخيط وادخل واعمل حلقة كمان، هلف الخيط تاني، هلف الخيط 4 مرات وهقفل العواميد بتاعتي في الاخر. ما بين كل عمود انا باخده بسحبه، بسحب منه حلقتين بس، وبلف الخيط على الابرة كده وبسحبها كلها. هسيب سلسلة وهدخل في اللي جنبها وهعمل غرزة الكلاستر. هلف الخيط كده، اول واحدة، اول عمود، تاني عمود هسحب منه 2 حلقتين، تالت عمود هسحب منه حلقتين، رابع عمود هسحب منه حلقتين. اخر حاجة بعملها بسحب الخيط كله من على الابرة، بلف الخيط وبسيب هنا سلسلة وبدخل في اللي جنبها، بعمل غرزة الكلاستر تاني مكونة من 4 عواميد، من 4 عواميد بسحب منهم حلقتين، بدخل وبسحب منهم حلقتين. بالطريقة دي بفضل ماشية لحد آخر الأسورة بتاعتي. هلف
هسيب العمود ده وهدخل في العمود اللي جنبه، هعمل غرزة الكلاستر وهقفل كده. انا خلصت السطر بتاعي، هقفل في اول عمود هيقابلني كده، هقفل السطر اللي هيقابلني كمان اشتغل، هرتفع بتلاتة سلسلة، 1 2 3، وفي اول فراغ هيقابلني هشتغل فيه غرزة الكلاستر. الفراغ اللي قابلني كده هشتغل فيه غرزة الكلاستر. كده انا عملت سلسلة اعتبرتها عمود، وهعمل عمود جنبها، وطبعا هسحب حلقتين وهدخل تاني وهسحب حلقتين وهسحب تاني حلقتين. غرزة الكلاستر مكونة من 4 عمود، من 4 عمود مش هقفلهم غير في الاخر، هلف الخيط كده على الابرة وهقفل بسلسلة واحدة بس. تاني هدخل في الفراغ اللي جنبها، هدخل في الفراغ اللي جنبها كده واعمل غرزة الكلاستر، 1 2، هسحب الخيط وهطلع بيهم كلهم من على الابرة، وهعمل غرزة سلسلة واحدة، 3 4، وهعمل سلسلة واحدة بس. هلف الخيط كده وهدخل هنا وهعمل فوقيه دور تاني وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. هلف الخيط كده، الدور ده انا مش هقفله كله، هشتغل برضو غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود بس بقفله في الاخر، بعمل غرزة السلسلة، هلف الخيط تاني وهعمل غرزة الكلاستر، الدور ده انا مش هقفله للاخر، انا طبعا بعمل بطلع بالادوار وبسيب المكان ده كده مش بقفله، عشان ده اللي بندخل في ايدينا. انا اشتغلت 3 ادوار بس وهرتفع كده، انا اشتغلت 3 ادوار من غرزة الكلاستر، والدور اللي وراه انا بشتغل دورين، بشتغل دورين غرزة الكلاستر، بشتغل دورين عادي خالص وبقفلهم، يعني بسيب 4 فراغات كده او 4 سلاسل مش بشتغلهم، وبلف الشغل بتاعي وبشتغل غرزة الكلاستر كده ادوار، بشتغل دورين من غير ما اقفلهم، وبعد ما بخلصهم خالص بروح قافلاهم. تابعوا معايا الشغل ونشوف هنعمل ايه.
ونعد واحنا شغالين 4 عواميد بس، احنا مش بنسحبهم كلهم غير في الاخر، يعني احنا بنعمل عمود مش بنسحبه كله وعمود مش بنسحبه كله، وكل ده بيبقى في فراغ واحد، 1 2 3 4 وهسحبهم كلهم وهعمل سلسلة. وسبت 3 فراغات، سبت 3 فراغات كده سبتهم مفتوحين، واشتغلت فوق الفراغات دي ما قفلتهاش، اشتغلت 2 دور هقفلها وبطلع بالادوار بتاعتي عادي. في اخر هنا عمود بعمل غرزة الكلاستر بتاعتي عادي خالص، وهاجي هنا هعمل غرزة المنزلقة بتاعتي العادية خالص، اعتبرتهم عمود. وهدخل في نفس الفراغ هنا هعمل غرزة الكلاستر وهعمل بتاعتي العادية، في الفراغ اللي جنبه هشتغل الأدوار سلسلة. بتاعتي عادي خالص، الكلاستر بتاعتي العادية خالص، ما بينهم غرزة سلسلة، غرزة سلسلة واحدة بس. بعد كده اشتغلت فوقيهم 4 ادوار، هشتغل فوقيهم 4 ادوار غرزة البلاستر، وبكده هيكون معايا اخر الجوانتي، وكده انا يبقى كده انا خلصته 4 ادوار وغرزة البلاستر. متنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم، لو في اي حاجة بعتولي كومنت وانا هرد عليكم فورا. كده انا خلصت الجوانتي، هو سهل جدا مبياخدش وقت خالص، ويا رب يكون الشرح عجبكم ويكون بسيط ليكم. هو سهل جدا جدا وخدش وقت مني خالص. لو حابين تشتغلوا بألوان تانية اشتغل، هو بقى تحفة قوي في اللبس. بعد ما اشتغلت الجوانتي التاني انا كنت مشغلة واحد، واشتغلت التاني بقى شكله حلو قوي في اللبس، شكله جميل. باي يا رب باي. يكون الشرح يكون مبسط ليكم ويكون سهل ليكم، ولو في اي حاجة بعتولي كومنت وانا هرد عليكم فورا.